أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا رفض مصر القاطع لسياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الهولندية، شدد شكري على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وأضاف المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الوزيرين تبادلا التقييمات حول تطورات التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تشارك القلق بشأن التبعات الإنسانية والأمنية لهذه التحركات والتي لن تسفر إلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة يتعين تجنبها. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد جمعة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، شكرا على الاستضافة. أهلا بحضرتك. أولا، أهمية الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر وعدد من الدول الأوروبية لحشد رأي عام عالمي داعم لقيام الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع التحركات القضائية الدولية، وما يمكن أن تسفر عنه من حصار العدوان الإسرائيلي سياسيا على الأقل. بعد التحية لحضرتك والمشاهدين الكرام، هذا المسار هو أحد المسارات التي عملت عليها الدولة المصرية منذ 7 أكتوبر الماضي، التحرك السياسي والدبلوماسي، احتضان قمة القاهرة للسلام لتفعيل الحل السلمي بعيدا عن القوة العسكرية الغاشمة. كان هناك تحركات لوزير الخارجية سامح شكري وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته واتصالاته مع قادة العالم، دعت مصر خلالها إلى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتفعيل الحل الدولتين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات. كان هناك حراكا يعني مستمرا ومكثفا من الجانب المصري، قادت مصر المجموعة العربية والإسلامية بإجراء مشاورات مع الصين وروسيا وعدد من الدول الأوروبية. هذه المشاورات تطرقت بشكل واضح إلى ضرورة الاعتراف بحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وأهمية تفعيل مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وزير الخارجية سامح شكري أيضا خلال لقاءاته في عدد من الدول الأوروبية ولقاءاته مع وزير الخارجية الأمريكي وكذلك مع سيرجيو لافروف وزير الخارجية الروسي، أكد على هذا المسار وأنه الحل الوحيد لهذا الصراع الممتد لأكثر من 76 عام. الحراك الآخر الذي عملت القاهرة على خلق نوع من الزخم هو التحرك باتجاه محكمة العدل الدولية ودعم الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو ما أزعج الجانب الإسرائيلي بشكل كبير الذي يعني يلجأ إلى المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة دون حسيب أو رقيب. بالعكس، هناك غطاء أمريكي سواء مالي أو سياسي أو اقتصادي داعم لما تقوم به حكومة تل أبيب اليمينية المتطرفة. الولايات المتحدة الأمريكية هي متورطة في هذه الحرب ومتورطة في حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم برمته منذ عدة أشهر، وبالتالي يعني اليوم هو انتصار كاسح للدولة الفلسطينية ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الاعتراف بحقوقهم والصمود على أرضهم وعدم التفريط في هذه القضية. الشعب الوحيد المحتل حتى الآن بين دول العالم هو الشعب الفلسطيني، وبالتالي يحق لهذا الشعب أن يقاوم ويدافع ويصمد على أرضه لحين الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. شكرا جزيلا أستاذ أحمد جمعة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية.